السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه جي بي تي فور اول فور، مش جي بي تي فور يعني، مش الاصدار الرابع، لا يعني جي بي تي لكل الناس، اوبن سورس، وتقدر ان انت تحمله بس طبعا عندك على الجهاز بتاعك، سواء انت عندك ويندوز او ماكنتوش او لينكس، فتقدر تحمله عندك على الجهاز. ساعتها لما تسأل تجيلك الاجابة المخصصة ليك انت اكتر، وتقدر تسأله، وتقدر ان انت تخليه يكتب لك مقالة يساعدك في كتابة الاكواد والبرمجة، وساعتها ممكن هو يبقى فاهم بقى. انت على طول بتقول له اكتب لي بجافا سكريبت، فمن غير ما تقول له خلاص هو حفظك بقى، الراجل ده بتاع جافا سكريبت مثلا يعني، تمام. ودي تقدر ان انت تدوس على المواقع ديت وتشوفها، هتلاقي الشفرات اللي بتتعمل منها الموقع دوت، وتقدر ان انت تحمل الموديل اكسبلورر زي ما انت عايز. زي ما انت شايف النظام اوبن سورس، شات جي بي تي تبع اوبن اي اي. اوبن اي اي كان المفروض ان المعلومات بتاعتها تبقى مفتوحه للناس كلها، لكن لما شافوا الربح خلوه قفلوها، فبقى اسمها كلوز اي اي، تمام. فتقدر ان بقى تشوف الحاجات موجوده على هاجنج فيس اوبن سورس، الداتا لوك اهيت، تقدر ان انت تشوفها، وتقدر ان انت تظهرها، تخفيها، تعمل زوم عليها، تشوف ايه الداتا اللي موجوده براحتك خالص. الموضوع كله اوبن سورس، وتقدر تتعامل معاه زي ما انت عايز طبعا عندك على الجهاز. وشوف.